وفر وباء كورونا المستجد بيئة خصبة للأخبار المغلوطة والإشاعات، والتي نشرت المخاوف والهلع في أوساط العامة. وللحد من هذه السلوكات قررت الدولة الجزائرية تشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما دفع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية سطيف إلى تكثيف جهودها خلال فترة انتشار وباء كورونا، حيث تعمل على تحديد هوية كل شخص ينشر معطيات مغرضة حول الجائحة، حيث يتم إحالته على العدالة. كل من ثبت ضلعه في هذا الجرم ستتخذ ضده كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويقدم إلى الجهات القضائية المختصة للبث فيها. الفرقة عالجت ما يناهز 20 قضية بالتنسيق مع مختلف فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف. في رأيك، هل يمكن للشرطة كبح مروجي الأخبار الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي؟ شاركنا.